السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو راح يكون مختلف كتير، وراح يكون اول فيديو الي اني بدخل بين المشاكل اليوتيوبرية. ما بدخل لكرمال اني اجيب مشاهدات او احصل على لايكات او احصل على متابعين. حبيبي اذا وصلك فيديو مالك مشترك بقناتي لا تشترك، ولا تحط لي لايك كمان، بس خليك انك مع الحق مع الحق مع الحق. من بداية ما طلع ابن سوريا لحدية هلا، ظل يوتيوبر ما هجم على ابن سوريا ولا شتم على ابن سوريا ولا حكى على ابن سوريا؟ يا زلمة طلعوا له بقصة داعش، طلعوا له بقصص كثيرة، انه هكر، انه داعش، وشغلات وشغلات لصرعوا طاس الفوقانية. فبتمنى انه الكل يستوعب الحكي، وخاصة اليوتيوبرية اللي نازلين جدد على الساحة، اللي لسه ما عندهم 1000 و2000 مشترك. لا، واغلبيتهم يعني في يوتيوبرية بعرفهم عندهم 50 مشترك، 60 مشترك، 200 مشترك، لا ناشرين الموضوع. ليش؟ ليجيبوا مشاهدات ولايكات على حساب ابن سوريا وعلى ظهر ابن سوريا. شو بيقول لك اخر شيء؟ اليوتيوب مو ارقام. واليوتيوب مو ارقام على قولة بلال، هيك سامع من كذا يوتيوب من يوتيوبر، ما راح نذكر اساميهم مشان في يوتيوبرية نعرفهم حفاظا على اذان المستمعين. شباب مع تحياتي للكل، ما راح احكي شيء هيك ولا راح دافع على ابن سوريا ولا دافع عن هذاك، بس خليكم على الحق شوي. يعني ما في يوتيوبر، انتو بتعرفوا، انا بعرف كيوتيوبر كبدايتي بيوتيوب، وانت بتعرف، والشاب الحنطي اكيد بيعرف، انه ما في يوتيوبر نظيف قدام الكاميرا. الكل بيصير ملاك. مو بس الجيمرية، اليوتيوبرز بشكل عام. بشكل عام ما في حدا ملاك. تيجي قدام الكاميرا ايه بيعطيك وش رحماني، وش ما في منه. انا معك. بتفكروا نازل من السما شوي تاني، بتفكروا نازل من السما خيو. بس شو من ورا اليوتيوب، من ورا الكاميرا في شغلات حياته الخاصة. صديق اعتبره صاحبه وصديقه، يعني عم بفضفض لك. اروح لعند بلال افضفض له، تجي تصورني وتروح تقدر فيني، هي اكبر من انك تجي تسب العالم وتشتم العالم. بالنسبة لي تغدر فيني الغدر غير التهديد، الغدر والتهديد انت يعني اكثر من انه تقوم تسب العالم وتشتم العالم. فبعرف انه ابن سوريا غلط، وغلط كتير كبير انه حكى على بنت بلده، حكى على اليوتيوبرية تانين. مع احترامي لكل اليوتيوبرية، ما لي تعامل مع اي واحد ولا علي تواصل مع اي واحد منهم. حتى ابن سوريا ما يعني، حتى الشاب هذا البلال بيعرف كتير انه انا مو زيادة مع ابن سوريا، مو زيادة. من لا زلمة له عداوة معي ولا زلمة عمل لي اي شيء، بس هيك خيو شخصية، ما في شيء يعني ما استوعبته للشخص هذا. المحبة من عند الله طبعا. بس انه اليوم طلعت، صار في يمكن شفتوا كتير، خاصة اللي بتابعني من زمان شاف انه من زمان صار مشاكل بينه وبين احمد البياتي، وبينه وبين يوتيوبريه تانيين كابو خليل، ما ابو خليل. الشباب صار مشاكل كثير بيناتهم. لا طلعت عملت فيديو احكي عنه واجيب لايكات من وراه، واجيب متابعين من وراه، واجيب مشاهدات من وراه. بس الشيء اللي عم يزعجني اني عم شوف على اليوتيوب انه انتم يوتيوبريه جدل، شو بدكم منه؟ خلص بدك تفضح الزلمه اكثر؟ يعني مو فضيحه، ما بدك تفضح الزلمه، انت لمصلحتك عم تساوي هذا الشيء، لتجيب مشاهدات لحالك وتجيب متابعين لحالك على قناتك. فهذا الشيء اكبر غلط حبيبي انك عم تساوي، تنشهر على حساب شخص ثاني، هاي اكبر غلط تساويه بحياتك. ولا تفكر انك تنشهر او تنجح بحياتك ما انك عم تاذي شخص ثاني. ابدا ما راح تنجح ولا راح توصل للشهره بما انك عم تأذي شخص تاني. خلص ابن سوريا غلط، بدك تنصحه على غلطه، تروح تحكي معه على الخاص، لا تقوم تنشر اغلاطه. انت بني ادم تغلط، انا بني ادم بغلط، كلنا بنغلط، الشاب هذا بيغلط، كلياتنا بيغلط، ما في شخص معصوم عن الغلط. كل البني ادمين بما انك بني ادم عايش على وش الارض تغلط، كلياتنا بنغلط. انا كيوتيوبر قدام الكاميرا شكل، بحياتي الخاص شكل، بحياتي مع رفيقي شكل، بحيات يعني العالم ما بتصفيك تكون والله خلاص انا ملاك على طول. ما في انسان ملاك،
ابدا ما في انسان ملاك انك تكون نازل من سماء وانت ملاك، يعني تكون انشقت السماء ونزلت منه انت. غير كل شخص فيه انت اللي عم بتابعني ما عندك اغلاط، ما بتغلط، ما بتغلط على اليوتيوبرية. مو بس بن سوريا غلط، بقص ايدي انا اذا مو كل اليوتيوبرية غلطانين بحق بعض. على مستوى لعبة، على مستوى لعبة بتجي على واحد بتنزل هوك بتلاقي نزل فيك مسبب اجباري، شيء طبيعي هيك يعني. الشعب والعالم هيك صارت خلاص، ما بقى في حدا يعني كويس. ما بقى فاكرين عايشين بايام الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم انه نضل كلياتنا عصر؟ لك حتى بايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منافقين وكان في، بس انتو نحن الشعب، مو انتو، ما راح اعتبر حالي برات الشعب، لا انا واحد منكم ولا تعتبروني يوتيوبر، مالي يوتيوبر، انا شخص عادي بصور جيم بنزل على اليوتيوب خالص. عجبك عجبك، ما عجبك ما بتحط لايك، بتحط لي ديسلايك، ما بتتابع فيديوهاتي، فهذا الشيء كتير طبيعي وكتير عادي يعني. بس انه خاصة اليوتيوبرية، يجي شفت ناس انه عم تقول والله ابن سوريا عمل لي سترايك على قناتي وضربني سترايك وما، طيب طبعا حقه الزلمة. عم تحكي على ابو العاطل ما احلام، قائمة عم تنشر على الزلمة وتحكي عن الزلمة وفضيحة ابن سوريا وفضيحة الفلان، اجباري يقوم يعطيك سترايك يعني؟ شو مستني منه؟ يجي يبوس يديك مثلا فوقه ويقول كتر خيرك؟ المشكلة حتى انه ما عندهم محتوى خاص، عرفت شو؟ عمل شي محتوى الك خاص الك بقناتك انت، بس شاطرين هاد حك على هاد، هاد علاق مع هاد، تجيب لايكات على متابعين، تجيب لايكات على حساب اشخاص مشهورين مثلا. انا قلت لك انت اللي عم تتابعني هلا احتمال الفيديو يوصل لاشخاص مو من متابعيني، لا تتابعني يا اخي، احترام بحترمك وتحياتي لك ولكل الناس، لا تابعني. انا ما راح اجيب، ما راح انزل الحكي هذا الفيديو كرمال مشاهدات او انه المتابعين يصير عندي متابعين كثير اقول والله ابن سوريا، حط اسم ابن سوريا يجيني متابعين. لا محمد خافقشي بحياتك، خافقشي ما 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 بعرفك كثير ولا بعرف اسمك، انا سمعت بالفيديوهات اسمك. يعني انت بدك تقنعني انك ما غلطان على اي يوتيوبر تاني مثلا من ورا الشاشة من ورا الكاميرا؟ انا غلطان على اي يوتيوبر انت؟ انا لا بعرفه ولا بحياتي سمعان باسمه، ما سمعان، انا ما سمعت اسمه غير مبصم لك بالعشرة، انا عليه مبصم لك بالعشرة انه اكيد غلطان على شي حدا. مالك غلطان على اي يوتيوبر؟ مالك حكي بعرض وشرف الناس التانيين انت؟ تقوم تصور رفيقك اللي رفيق يا زلمة، صديق مأمنه، مأمن فيك على اساس، مأمن فيك عم يفضفض لك يحكي لك اللي بجواته، تقوم تصوره وتنشر لتنشهر من وراه، تعمل دعايه لحالك على حسابه. لانه اي واحد بيعرف ابن سوريا اذا تحط اي كلمه باي عنوان ابن سوريا، ابن سوريا بيجيك مشاهدات كثير، لانه بس تكتب ابن سوريا بيطلع لك الفيديوهات اللي فيه اسم ابن سوريا بالموضوع. لانه ليش هو جاء ضل فتره، لا جاب ترند، عنده فوق وصل 5 ملايين مشترك. انت كمان لاحظ شو بيكتبوا، سامر وحود ابن سوريا، يعني مشان اللي ما بيلاقي على ابن سوريا بيلاقي على سامر وحود. انت ليش عم تحط هاشتاجات ابن سوريا؟ مع انك ما بتحبه ولا شيء، ليش بتحط هاشتاج عندك بابن سوريا؟ اليوتيوب مو ارقام يا زلمه، انت شو عم تحكي؟ لا انت شخص تكره ابن سوريا، ليش تحط اسم ابن سوريا عندك بالقناه لحتى يطلع فيديوهاتك على الشخص اللي عم بيدور على ابن سوريا؟ ليش؟ ما انك بتكرهه وما بتحبه وعم تنشر فضايحه. طيب ليش عم تعمل هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء اللي زعجني، هذا الشيء اللي زعجني وخلاني اطلع واحكي بهيك فيديو. ابن سوريا انا ما بقول انه مو غلطان، ابن سوريا غلطان. والزلمة طلع اعترف انه هو غلطان. انا من ورا الكاميرا غير، انا قدام بالتصوير مع سكوادي غير، بعد التصوير على الخاص مع سكوادي غير. ما فيك تقارن حياتك الشخصيه وحياتك قدام الكاميرا، لانه بيختلف كثير. كل شخص لانه بده يطلع حاله قدام العالم انه هو الشخص البيرفكت اللي ما بيغلط، يطلع حاله شخص كويس يعني، هيك بيطلع بيطلع على الكاميرا شو انه ملاك ليحصل على المتابعين وعلى المشاهدات. لا حبيبي، ما حدا فينا يكون على طبيعته قدام الكاميرا، مستحيل، لا حدا يقنعني، مستحيل غير انا. مثل تعاملي مع ابني، تعاملي مع ابني ومع صديق ومع اخي بيختلف كثير. ف
فلا تجي انه تقارن الشخص من غلط وحده. عالم بتغلط، انا بغلط، هذاك بيغلط، انت اللي عم بتابعني بتغلط، كل العالم بتغلط. بدل ما تكبروا الموضوع، بدل ما تكبروا بهالموضوع، خلاص سكروا على الموضوع. اذا انتم مو حابين يصير بلبله ومشاكل وتكبر القصه، بتسكروا على الموضوع، خاصه محمد خافقشي واليوتيوبريه تانيين اللي طلعوا حكوا بقصه من سوريا. مين ما كان بعرف يوتيوبريه اصدقائي يا زلمه طلعوا حكوا على ابن سوريا. ليش انت شخص تكره ابن سوريا، ليش تقوم تنشر عنه؟ لانك بس تكرهه ولا لانك بدك تجيب مشاهدات على حسابه؟ بتطلع فيديو تاني ابن سوريا ضربني ستراي، حقه الطبيعي انه زلمه يضربك ستراي، حقه الطبيعي انا قوم بضربك ستراي، تقوم تنشر عني قوم بضربك سترايك. وسمع شركة اليوتيوب لو ما بتعرف انه ما وحى ما راح يضربوا السترايك، ما راح يوافقوا له على السترايك. صح ولا اكيد صح؟ اكيد هذا الشيء. انت عم تذكر اسمه عندك بمحتواك او بالفيديو تبعك، اكيد عم راح تذكر اسمه مو بشكل لائق او بشكل يعني. جيد يعني. انت ما عم تذكر اسمه بشكل غير لائق، انت اكيد راح يقوم يضربك سترايك. ردة فعل طبيعية لاي انسان يعني. ما بعرف. انا واحد بيقوم بينشر عندي شيء على الفيسبوك او على اي شيء بعطيه فراغ على اضحاكك انه والله حلو ظريف، اكيد راح يضربك سترايك. يعني ما اعرف انت لما عم تقوم تطلع بعد ما تنشر فيديو تبعه وتقوم تطلع تحكي شو بتكون مفكر؟ ما بعرف. لا انه لا يعني بينشر فيديو وبيتابعوا المشاهدات تبعه ايش قد عم بتصير. واخر شيء بيقولوا لا يوتيوب مو ارقام، يوتيوب مو ارقام. لا مو ارقام. لوين بدنا نوصل بالاخره؟ ما بعرف لاخرته القصص هذول ما بعرف. لا تنشر شيء ما تفيدك فيه، الشغله مو الك لا تنشر. اعمل محتوى خاص بحالك، لا تعمل محتوى على ظهور الناس الثانيين. مين ما كان اي يوتيوبر كان، محمد خافقشي ما بعرف شو اسمك، ما بعرف اذا لفظته صح ولا لا، هاي اللي عملتها انت اسمها ندالة، قلة الشرف. انا بقول لك هاي اسمها قلة الشرف والندالة، لانك تقوم تغدر بصديقك وتطعنه بظهره وتهديد فمه. هاي اكبر ندالة وقلة شرف على وش الارض. انا بعتبرها قال يا بتعمل ايه دعم يا ابن شرف. تطلع بفيديو تقول انا دعم ابن سوريا، ترجع تطلب دعم من ابن سوريا، واذا ما بتعمل لي دعم بنشر الشغلات ماسكة عنك. هذا فعلا هو لما كان مصورك كان مخطط لهالشيء. انت مخطط من هذا الشيء تدمر هذا الزلمه من زمان. انت مخطط تدمر الشخص هذا ابن سوريا، شخص ابن سوريا مخطط انك تدمره من قبل. يعني فيديو اكثر من سنه ونص الحكي، هذا سنه وشهرين هلا حافظه عندك لهلا لشو؟ يعني بتعرف انك حاطه في بالك من سنه وشهرين تدمر هالشخص هذا. يا زي ما شافه بالصدفة بالاستديو ولو حاطت ببالك من سنة وشهرين انك تدمر هذا الشخص، ليش ما طلعت قبل من قبل ونشرت هذا الفيديو لما طلع عنه انه هو داعشي؟ وهو شو حكوا عنه كمان؟ ما بعرف، بس كان شيء انه داعشي وناس يلفوا فيها بيأمل هالصورة انه داعشي وحامل سلاح ومدري شو، بس كرمال تخربوا على الزلمة حياته مثلا، تكرهوا حياته. شو عملك الزلمة؟ شو عمل لك؟ شو اجا عمل شيء يزعجك لك؟ شو بشو اذاك؟ انه عمل محتوى لحاله، عمل شغلة خاص لحاله بغرفة صغيرة وطلع لفوق ومن صفر صار ملايين. هو من اول مؤسسين لعبة، يعني اللي شهروا لعبة الببجي بالوطن العربي، الواحد يحكي الحق يعني. لا لا، انه بس مجرد انه هو من غرفة صغيرة بزاوية مثل زاويتي هاي صار عنده غرفة وكمبيوتر وبيسي وايباد ولعب ببجي، عمل لحاله محتوى، تقوم تخرب عليه؟ لا تنشهر على ظهره؟ عيب. هاي مو عيب. لا هاي مو عيب. قلة شرف. هاي ندالة وقلة شرف. بعرف. هاي ندالة وقلة شرف. قلة شرف انك تقوم تطعن بصديقك أكثر من انك انه ابن سوريا غلط بحق الناس الثانيين. هاي اللي عملتها أنت قلة شرف وندالة. أكثر من اللي عمله ابن سوريا بكثير، بالدرجات بالدرجات. مو بشوي، بالدرجات. هاي أكبر غلط،
قلة شرف، انا بسميها قلة شرف من عندي، ما اعرف انتم المتابعين اللي راح تشوفوا الفيديو شو راح تسموه، بس بالنسبه لي هاي قلة شرف، انك تقوم تطعن بصديقك وتغدر فيه وتنشر شيء هو مفضفض لك، هاي اسمها قلة شرف. وانتم اليوتيوبرية تانين، نصيحة كأخ لأخوه، لا قم تنشهر على ظهر شخص تاني، اعمل محتوى خاص فيك، اتعب على حالك، قدم شيء منيح، شيء المتابعين اللي عم يتابعوك يحبوه، لحالك تنشهر ويصير عندك متابعين ويصير عندك مشاهدات وبتطلع الترند، احسن من انك تنشهر على ظهر شخص تاني. احسن اطلع ترند على فضايح و... لانه هي كمان انه هي كمان تنحسب قلة ادب وشرف ووساخة وندالة، هي ندالة اسمها، انك تعمل شهرة على حساب شخص ثاني على فضايح شخص ثاني. ابن سوريا غلط وغلط غلطة كثيرة وطلع اعتذر الزلمة، ومن قبل غلط غلطة وطلع اعتذر الزلمة. اي انسان بيغلط، بس المشكلة انه مو انك غلطت، الغلط انك تكمل بالغلط، الغلط انك تكمل بالغلط، بس الزلمة ما عم بيكمل فيها، الزلمة عم بيصلح غلطه، كل ما غلط غلطة بيصلحها. وانت لاحظ انه ما طلع اعتذر من شان اليوتيوب، لانه قال لهم اللي بده يشيل الاشتراك يشيل، بدكم يعني يترك اليوتيوب بتركه، يعني هو مو سأل عن الموضوع كلياته، يعني ما راح يسأل، بس هو الزلمة عم يتأسف من المتابعين، وانا غلطت وعم بعتذر منكم. خلاص الزلمة اعتذر، ليش انتوا اللي تجوا تكبروا الموضوع؟ طلع تهديدات كثيرة بحق ابن سوريا، وطلع شغلات كثيرة بحق ابن سوريا من فترة، هذا العراقي اليوتيوبرية العراقيين، انتم عم تقعدوا عاقلين، ما عم بشمل اهل العراق كيوتيوبرية عم بحكي، مين بلش بالمشاكل بينه وبين ابن سوريا من بداية؟ انتم بلشتوا فيه، بلشتوا حرب ضد ابن سوريا، ليش؟ كأنه جاب ترند اعلى منكم، جاب مشاهدات اكثر منكم، صار عنده متابعين اكثر منكم. من فترة جاء ابن سوريا جاب شخص من العراق، دفع له مصاري، اشترى له اجهزة، اشترى عمل له جواز سفر، اشترى له كمبيوتر بي سي، جيمنج بي سي، جيمنج بي سي اشترى له اياه، جاب لعنده عبيته، سكن ببيته، طلع اخر شيء يغدر بزلمة. طيب يعني عم طالعوا الشخص من ثيابه، ودنيا يضل ملاك. كيف بدكم تطلبوا من الشخص يضل ملاك ومثل ما هو، وانتوا عم تهجموا عليه، وانتوا عم تهجموا عليه، تضلوا تهجموا عليه، ما خليتوا شيء ما عملتوه مع الزلمه، ولسه بدكم منه انه يضل ملاك؟ والله تحياتي لك ابن سوريا، ما كنت احبك كثير، بس الا عن جد انا عجبت فيك، وانت بالنسبه لي قدوه. احترام احترام، صارت شغله احترام، يعني بيخلي. اثبتت للعالم انك القدوة، انه انت الاعلى وهنن تحت، لا خليت كل العالم، كل هذول اليوتيوبرية اللي ما بيسووا فرانك يتهجموا عليك، لو مو مضغوطين منك ما كانوا يتهجموا عليك بهي الطريقة كلياتهم. صح ولا لا؟ لو مو مضغوطين من ابن سوريا ما كان طلع كل فترة والتانية يوتيوبر يتحركش فيه ابن سوريا ويعمل له مشاكل لابن سوريا، لو مو مضغوطين منه انه جاب مشاهدات اكتر، جاب متابعين اكتر، صار عنده شهرة وصار عنده اسم باليوتيوب، فتقوموا تتهجموا عليه ليش؟ بس لانه طلع لفوق وانتو ضليتوا تحت؟ هاي جزاء للناس اللي بدها تعمل هيك، ما تفكر تخرب على شخص وتنجح من فوق دمار هذا الشخص، تطلع على فوق على دمار هذا الشخص، مستحيل، بالعكس هذا الشخص راح ينجح ويطلع على فوق وتضلك تحت. ثم المال اللي راح يكسبوه من اليوتيوب من وراء هي الطلعة اللي راح يطلعوا على اكتاف شخص تاني راح يكون مال حرام، اذا انتم عاملين حالكم ملائكة وانه لا مال حرام وما بيصير. لا اساس شو، انه ما بيهتموا بالمال وكل شيء، ارقام ولا ارقام، يعني عفوا صحيح نسيت اليوتيوب مو ارقام. اذا ما عم تفكر بالمال والارقام
ما بتقوم تهجم على الشخص انه طلع هو، وظليت انت تحت 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 تحت، ما راح اقول تحت شو، وتقوم تهجم على هذا الشخص لحتى عم بتحاول تصير مثله او تكون تشبهه شوي، بس ما مستحيل انك تقوم تشبهه، مستحيل. بما انك عم تأذي هذا الشخص، مستحيل رب العالمين يوفقك ويخليك توصل للي بدك اياه وتنشهر ويصير عندك ومثله واكثر، مستحيل بما انك عم تأذي هذا الشخص. هذا الشيء مستحيل انه يصير. بما انك عم تأذي شخص، مستحيل انه يصير اللي ببالك، تنشهر على حسابه ويصير عندك متابعين على حسابه، واخر شيء بيطلع بتقولوا انه اليوتيوب مو ارقام. اذا مو ارقام انت لشو عشو عم تلحق يعني؟ لشو عم تنشر اذا ما بدك ارقام؟ لشو عم تنشر على هذا الشخص؟ انا اعبر عن رايه. انا هذا اللي ما فهمته، تطلعوا بتحكوا باخر الفيديو انه ما بيهمنا ارقام وما بيهمنا مشاهدات وما بيهمنا متابعين. طيب لشو عم تذكر ابن سيرة ابن سوريا انت؟ لشو عم تنشر فضايحه اذا مو ارقام؟ عم تنشر فضايحه بتكتب بكل فيديوهات تبعك وعنوان فيديوهاتك تحدي ابن سوريا، اتحدى كل اليوتيوبرية ابن سوريا وبياتي وفلاني وفلاني، تكتبوا اساميهم عندكم بالقناة. واكثر اسم اشوف بالفيديوهات يتكرر عندي حاطين اسم ابن سوريا، اسم ابن سوريا. اذا مالك مضغوط منه وما بدك تجيب لايكات ومشاهدات على حسابه، ليش عم تذكر اسمه بفيديوهاتك؟ يعني نصيحة من اخ لكم انتم كمان اهلي واخواتي، لا تضلوا تعملوا هيك شوشرة على السوشيال ميديا، خلينا نكون رايقين يعني مثل الاوروبيين اللي ما عم نقول عنهم الكفار. شوف هن كيف بينشروا عندهم ونحن شو بننشر على حالنا يا زلمه. ما حدا بيتدخل بحدا يا اخي. ليش الاجانب ما بيصير عندهم مشاكل؟ ما هذا بيحكي عن هذا وهذاك بيحكي عن هذاك. ليش نحن بنقوم ننشر عرض بعض على السوشيال ميديا ونفضح بعض؟ كرمال الشهرة، الشهرة ما بتجي بهيك. الشهرة اللي بدها تجي بهي الطريقة هي اسمها ندالة وقلة شرف. آخر شيء يعني الشهرة اللي بدها تجي على هي بهي الطريقة على فضائح الآخرين اسمها ندالة وقلة شرف. عندك أي مشكلة مع أي شخص روح لعنده وش لوش. إذا كانك زلمة، إذا أنت زلمة معتبر حالك بني آدم وزلمة، روح لعنده على الخاص وتواصل معه على الخاص، أو إذا قدرت روح وش لوش واحكي مشكلتك معه. بدك دعم من ابن سوريا؟ ادفع له. ومن حقه الزلمة ياخذ. طبعا. ومن حقه الزلمة ياخذ، أنا عملت دعم على كذا يوتيوبر ودفعت لهم وحقهم هذا الشيء. هذا الشيء حقهم، أنت بدك تعمل دعم؟ ادفع للزلمة، لا تطلب منه شيء ببلاش. ادفع حق الزلمة. تجي تجيب يا بتعمل لي دعم يا بفضحك، ماسك عليك شغله، ماسك عليه شغله من سنه وشهرين مصوره وحاطط ببالك بس هذا يوصل للقمه بدي كسر رقمه واصير انا بالقمه بدل. لا ما راح تصير بالقمه بداله، راح تصير قمه تحت بالعكس النعال. الواحد كل ماله بينزل بهالشغلات هاي. ايه راح تصير تحت النعال وما راح تطلع لفوق. بيطلع المشاهد بتطلع المشاهدات على الفيديو بس وبعدها ما حدا راح يشترك عندك يعني اذا انت قاعد عم ترمي يعني فتنة. يعني ما عم ترمي فتن انت، ما عم تسوي شيء منيحة يعني بحياتك. هي اسمها مو منيحة ولا اسمها شيء، يعني عم ترمي فتن بين اليوتيوبري وبين الناس انت. انت عم ترمي فتن بين اليوتيوبرية تانية، انت ما عم تعمل فعل خير. فرق بين دول. وخاصة نحن كشعب فورا من صار مشكلة بيني وبين بلال، خلاص بين الكراد وبين اللاذقية، بين الكراد وبين العرب فورا نشمل كلنا يعني خلاص ما بيفكروا شغلة شخصية بين شخص الفلاني وشخص الفلاني، لا صارت دولية يا ما شاء الله. يا زلمة إذا شاطرين لهالدرجة عملوا مشكلة مع إسرائيل وروحوا لعنوا أغطاس إسرائيل، يعني شاطرين على بعض نحن؟ لا يا زلمة إسرائيل من بوصل نحطنا على راسنا يا زلمة، شو عم تحكي أنت؟ شاطرين على ابن بلدك ابن بلدكم اللي من لحمكم دمكم تتشاطروا عليه والغريب بتتركوه؟ اتحداك يا محمد خافخشي تطلع تحكي عن يوتيوبر تاني ليحطوك تحت الصرامي. اصلا هو شيء من نص اصلا ليحطوك تحت الصرامي. بس شو ما بنسترجي نتهاجم غير على الشخص اللي قلبه طيب. ابن سوريا شيلوه من هذا الغلط اللي سواه هو، الزلمه طلع حكى عن غلطه واعتذر
من كل اليوتيوبرين اللي هو غلطان بحقهم، انا على بنت الشام معه حق انه يطلع بيعتذر فيديو خاص، يطلع يعتذر من بنت الشام. اما كيوتيوبريه ثانيين سخر وما سخر، لا سخر عمل فصل ناقص على ابن سوريا، ليش ما حدا حكى بهذا الموضوع؟ اذا بدكم تفتحوا مواضيع قديمه ودفاتر قديمه، سخر اكل هوا، سخر اكل هوا راح جاب بنت مشلوله وتحجج بهاي البنت لحتى يطلع يلعب جيم مع ابن سوريا. ليش ما حدا حكى على هذا الشخص؟ طبعا هاي هذا الشيء اللي عمله صخر انساني، شيء انساني عمله مثلا تجيب بنت مشلوله تتمسخر على البنت مشلوله لحتى تصور جيم، تبعت صوره بنت مشلوله وصوره بنت مشلوله شو كرمال تصور جيم وتجيب كم مشاهده عليها، لعبت مع ابن سوريا عملت مقلب بابن سوريا. ما حدا طلع حكى على صخر، عالم ما في رحمه. عم تقول ابن سوري عمل قناة تانية وتضحك على المتابعين، ضحك عمل قناة تانية، مهركم على اساس هو يعني انسرق قناته؟ يعني شغلة بالعقل تسرق قناتك بعد اسبوع بترجع قناتك ولا كأنه صاير شيء؟ هو اللي سرقها بس هيك راح يعمل فيها ما في اي يوتيوبر يعمل هيك، يعني كل اليوتيوبرية اللي بيلحقوا مشاهدات ومصاري بيعملوا هيك عادي، عادي كتير واقل من عادي، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي عادي كثير. هذا الشيء اللي صار، ماهركم عمل هذا الشيء، ليش ما رحتوا لحقتوا ماهركم مثلا؟ ان شاء الله من كل عقلكم صدقتوا انه ماهركم سرق قناته وشركه فتح فيها بس مباشر. يعني انا صحيح ما بطلع بحكي عن مشاكل اليوتيوبرين بس بتابعهم، يعني والله انسرق قناتي وفاتحين فيه بس مباشر وعرض عم يعرضوا شغلاتهم للبيع، يعني بربكم بربكم، يعني شركه سرق قناتك بعد اسبوع بيرجع لك قناتك بيقول خذ قناتك مثلا؟ إذا بكون عم بيستفيدوا من قناتك بيقوم خلاص بلال بكره بعطيه قناتي لبلال ويروح ينشر شغلات اللي هو حلاق، اعطيني اياها، هو حلاق بيعمل فتلتين فيها، بيعمل بيمسك كل فيديوهاتي بيفتح بيعمل حلاقة، بيعمل حلاقة وخلص إيه؟ كم يوم بعدين برجع قناتي بلال هات قناة خلاص انه صار عندي قناة ثانية صار متابعين هني روحوا بصير مطلوب قناتي. يعني ما تركتوا كل العالم ومسكتوا برقبة هالزلمة هاد؟ شعبنا صاير مثل الأمثال اللي بينقال من برا هلا هلا ومن جوا يا ما شاء الله. شو ما عم تضحك انت؟ لأنه يعلم الله. المهم يا ما شاء الله، أنا عيفك من اللي يعلم الله، يا ما شاء الله من جوا من برا لله ومن جوا لعبد الله، نحن شعبنا هيك. بتمنى انه تفهموا شو معنى قصدي بهالمثل هذا، من برا لله ومن جوا لعبد الله. نحن يوتيوبرية اللي هدول اللي بيطالعوا حجج وبيطالعوا فضائح العالم رح يعرفوا شو معناها. قدام الكاميرا انت ملاك ومن ورا جاي من ورا بقرة، يعني مثل ما طب بيقول بالوش مراية وبالأفص رماية. بالوش مراية وبالأفص رماية، هذا المثل بيطبق عليك يا محمد خافقشي، ما عارف شو اسمك. واحد يطلع ينشر فضايح رفيقه ويطعن بظهر رفيقه ويحكي عن رفيقه مشان الشهرة، مشان الشهرة ما بتسوى عندي قشرة بصلة. أنا كحالي بحكي كأي إنسان شريف، مو كان حالي، كأي إنسان شريف، كأي إنسان شريف وعم يطلعوا بالشيء أنه هنن شرفاء وهنن الملائكة وعم يغلطوا عند ابن سوريا بالتعليقات، يعني أنتوا عم تفضحوا حالكم، ما عم تفضحوا ابن سوريا، عم تفضحوا حالكم، عم تبينوا للناس أنه أشخاص أنتوا الوسخين مو ابن سوريا. في فرق بين طبعاً شيء احترامي للكل وما عم بحكي عن كل العالم، أنا عم بحكي اللي عم يعمل هذا الشغلات هدول، وهدول يعني معدودين وما بينحسبوا لا من السوريين ولا من عراقيين ولا من اي دول، كل شخص بيشمل كل شخص بيمثل حاله، بيمثل حاله، ما عاد يطلع معي حكي يا زلمه، كل شخص بيمثل حاله. انا ما بمثل الشعب الكردي، بلال ما بيمثل اهل اللاذقيه ولا بيمثل العرب، بيمثل حاله اذا كان منيح ولا ان كان ما حدا يجي ما يغلط. شكرا عرس مثال. مثال اذا كان منيح ولا كان وسخ ولا كان زباله بيمثل حاله طبعا،
حتى ما بيمثل انا اذا أهله. كنت منيح ولا كنت سيء ولا كنت زباله ولا شو ما كنت، انا بمثل حالي ما بمثل يعني شعبي ما بيمثل ولا بمثل أهله. دولتي ولا بيمثل اهله واهل بيته، بيمثل ما بمثل فقط. كل شخص بيمثل حاله بس. ف ما بعرف، المهم خافق شيء، واليوتيوبرية اللي تانين طلعوا حاجتكم فضايح، تفضحوا حالكم اكثر من هيك، انتم عم تفضحوا حالكم، يعني لا تفكروا حالكم انكم عم تفضحوا ابن سوري، عم تفضحوا حالكم عن جد، ما عم تفضحوا ابن سوري، عم تفضحوا حالكم. فخليكم واقعين شوي وبني ادمين، رجعوا لاصلكم بني ادمين، رجعوا لاصلكم ولا تبيعوا اصلكم كرمال مشاهدات ولايكات، وتبيع كرامتك كرمال كم لايك وكم مشاهدة، وتجي عالم تغلط عليك بالتعليقات. صحيح. طبعا اذا كان عندك كرامة يا محمد خافقشي ما عارف شو، وانت اليوتيوبرية تانين اكيد عرفتوا قصدي مين، اذا رح تشو يوصلكم فيديوهات فيديو تبعي رح تعرفوا حالكم. اشتروا كرامتكم من بيتكم، والله الكرامة هي اغلى شيء عند الانسان، اذا انسان راح كرامته يموت اشرف له، هذا اذا كان عنده شرف كمان، انا ما راح احكي شيء غير هيك. ولا انتوا رايكم، وبشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.